السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم هذه الفطيره المالحه اللي كتجي على شكل بيتزا وكنديروها في المقله. طريقه سهله في ظرف وجيز، غادي تحصلوا عليها. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. فهنا كما كتشوفوا عندي الفلفله الحمراء والخضراء والبصله، تقريبا نص فلفله ونص بصله ونص فلفله خضراء، وواحد الفلفله حاره اللي حتى هي غادي نقطعها معاهم. غادي ندير كل شيء في واحد المقله. فالفلفله الحاره تتبقى اختياريه، اللي كيبغي الحار يديرها، اللي ما كيبغيش ما يديرهاش. هنا كتشوفوا انا درت كل شيء في واحد المقله اللي خصها تكون ما كتلصقش. غادي ندير كلشي نوجدو، وغادي ندوز باش نطرب واحد البيضه تكون حجم متوسط. غادي نطربها مزيان حتى تخلط مزيان مع واحد القبيصه ديال الملحه. هنا غادي تشوفوا معايا، غادي نستعمل يلا بيضه واحده، وبالنسبه للدقيق عندي 3 د المعالق كبار، يعني المعالق ديال لا سوب. هنا كذلك غادي نزيد واحد 3 د المعالق كبار ديال الحليب، وإلا كانت عندكم الحليب بودرة ديروا 2 معالق كبار، تقريبا ما يعادل 50 مليلتر ديال الحليب. غادي نخلط كل شيء جيدا. هانتوما كتشوفوا معايا، غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الثومه اللي هي بودره، ولا ما كانتش حكوا نص راس ديال الثومه كتعطيها واحد اللذه هي زوينه. شويه ديال البزار او الراس ديال المعلقه ديال البزار، وإلا كان القزبر والمعدنوس كذلك انا ما توفرش عندي. واللي مهم هو الزعتر، كيعطيها واحد اللذه زوينه بزاف. غادي نديرو تقريبا نص معلقه ديال الزعتر، ونديرو انا زدت الهريسه لان حنا كنبغيو الحار، واللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. كذلك ديروا تقريبا واحد 2 ديال الفرماج المثلث. غادي ديروا 2 وغادي تخلطوا الخليط مزيان حتى ينسجم. فهنا كما كتشوفوا انا كنخلط، وفي نفس الوقت غادي نبقى نبرك على داك الفرماج باش يتقطع شي شويه. هنا غادي نزيد الدقيق. فهنا اخواتي انا ما درتش نوع في هاد الوصفه، تقدروا تزيدوا معلقه ديال الزيت. انا ما درتش معلقه الزيت لان غندير الطون وفيه الزيت. فاذا ما كنتوش غديروا الطون، ديروا معلقه صغيره ديال الزيت النباتيه ولا الزيت العود اللي بغيتو. هنا زدت المعلقه الثالثه ديال الدقيق، وغادي نزيد معاها واحد الخميره ديال الحلويات. هنا كما كتشوفوا غادي نزيد الطون، وهذا الطون ديال الزيت هذا. اما الا كان الطون العادي اللي ما فيهش الزيت، ضروري ديروا واحد المعلقه من قبل ديال الزيت. هنا غادي نخلط مزيان الخليط، وغادي نخليه على جنب، وغادي ندوز باش نشوف الخضره ديالي الى وجدات. فهنا كما كتشوفوا فالمقله اللي كانت عندي قبل كانت كبيره، بدلت الخليط لواحد المقله اللي هي صغيره على حسب الخليط اللي عندي. وغادي نقبط الخليط، وغادي نديرو فوق من هذيك الخضره اللي كانت ما نخليوهاش طيب بزاف بزاف، غير شي شويه تقلى في ديك الزبده والزيت. وغادي ندير فوق منها الخليط ونخليها، ونقص النار تكون هادئه، ونخليها طيب المدة ديال 10 دقائق. وعندي هنايا الغطاية ديال المقلة فيها واحد الثقبة، فأنا غطيتها. فهنا كما كتشوفوا غادي نقلب
هاد الفطيره ديالي انتما كتشوفوا كتجي من الفوق زوينه، وفتها في الطياب كتجي طايبه دغيا، كطيب مزيان وكتجي هشيشه. هنا غادي ندير فوق منها الفرماج. فالفرماج بالنسبه للفرماج ديروا الفرماج اللي بغيتو، سواء الموتزاريلا ولا اي فرماج بغيتو. وهنا كتخليوها تبرد وتقطعوها، فكتجي هشيشه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، غادي تعجبكم بزاف وسهله في التحضير، وكتوجد في ظرف جوج ديال الدقائق ولا ثلاثه دغيا كتكون واجده. ففرجه ممتعه، وكنتمنى انكم تخليوا لي التعليق ديالكم واللايك، وما تنساوش الاشتراك في القناه. والى وصفه قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.